هنا نظام تصريف المياه. السلام عليكم. نظام تصريف المياه في تركيا، طبعا المياه المطرة بقالها يجي ساعة زي ما احنا شايفين، المياه بتنزل على طول على البلاعات. بس المياه دي بتاع البلاعات دي بتروح فين؟ بتروح هنا، بتروح هنا زي ما احنا شايفين كده المجرى ده، تمشي بقى المية في المجرى ده. طبعا ده كتير، دي كلوات من الطريق ده اللي هي المية دي، زي ما احنا شايفين حتى لو علمت شوية لا ده في كتير، يعني تشيل مية كتير. طبعا احنا عشان في الصيف، يعني احنا في شهر 7، الجو النهارده امبارح كان صيف، النهارده كان بالصورة دي. المطرة مستمرة بقالها يجي ساعة ولا ساعتين لغاية دلوقتي، يمكن أكتر. فده تصريف المياه، مياه الأمطار في تركيا زي ما احنا شايفين كده. أشكركم والسلام عليكم. شايفين المياه قد إيه؟